توصية تمديها لكل محبيك وكل مشاهديك بكل الأوطان العربية وبالخصوص بالجزائر؟ أنا الحقيقة يا لطفي كنت أتمنى أن أتواجد معكم في ظروف أفضل، لكن أنا سعيدة بأنه راني متواجدة معكم في الشدة في هذا الظرف الصعب. نقول للشعب الجزائري، هذه محنة من عند رب العالمين، هو امتحان. البقاء في البيت واجب وطني، وبين قوسين كاين شعوب ما عندهاش دار باش تقعد فيها، يعني شوفوا دائما اللي أقل منكم. صح، هذا البيت اللي تقعد فيه كاين ناس واحد اخرين ما عندهمش دار، كاين شعوب قاعده في الخيم اليوم، وبالتالي هي محنه وامتحان، ولازم نفوزوا ننجحوا في هذا الامتحان بتقدير جيد جدا. انا لا اقبل الا كما يقول لك ان نفوز بنجاح. خليكم يا جماعه في البيت، التزموا باجراءات السلامه، تاخذوا بالاسباب. على كل حال كما يقول لك في النهايه اللي كاتبه لكم ربي راح يجيب، يعني ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك، وفي النهاية قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. إن شاء الله يا رب تكون فترة ومراها يجي رمضان ويجي العيد، نفرحوا إن شاء بالعيد، الله يا رب. وإن شاء الله كل عام أنتم بخير ورمضان إن مبروك. شاء الله يا رب. شكرا لك شكرا أميرة لك تندي، أنيا، شكرا حبينا جزيلا، كثير مرورك معنا والله عبر سعداء سكايب جدا. في شكرا برنامجنا لك، الصباحي صباح شروق. شكرا لك، إلى اللقاء أنيا. شكرا حبيبتي، شكرا جزيلا، وكل حب لفريق العمل وللشعب الجزائري، وربي يحفظنا جميعا.